انا قررت ان انا اعتزل فيديوهات خالص وما اعملش اي فيديوهات خالص على السوشيال ميديا تاني. من اسبوع كده او اسبوعين كده لقيت ان في كذا شخص وبداوا يتزايدوا مع الوقت، يعني ان دخلوا بيقولوا لي مثلا في فيديو مش موجود، فيديو المكنه مش موجود، فيديو البرفيوم مش موجود، فيديو من فيديوهات الايس كوفي مش موجود. والكلام ده كان يعني اللي هو بالنسبه لي عادي، يعني اكيد هم مش لاقيينه او في مشكله عندهم او يعملوا ريفريش والكلام ده. ولكن لقيت ان في يوم كده، يعني في يوم كده حصل فيه، لقيت ان في 8 ولا 9 في نفس الوقت داخلين يكلموني يقولوا لي ان يا كريم الفيديوهات مش موجوده، حرفيا ما فيش ولا فيديو موجود على الصفحه. طبعا كان بالنسبه لي اللي هو الموضوع اكيد في حاجه غلط عندهم، بس لما 9 ولا 8 يقولوا لي الكلام ده في نفس الوقت معنى كده لا ان في مشكله. رحت روحت البيت واكتشفت ان في 395 فيديو ممسوحين عندي من على الفيسبوك، حرفيا كل الفيديوهات، كل الفيديوهات عندي ممسوحه، كل حاجه حرفيا، كل الفيوز اللي عليها، كل حاجه كلها ممسوحه حرفيا. ليه السبب؟ ما كنتش اعرف ساعتها، القناه ما اتسرقتش، ما حدش دخل على الاكونت بتاعي، كنت حرفيا عامل زي مجنون عمال اروح واجي، طب ادور فين الفيديوهات كده. انت بتتكلم ان في فيديوهات معديه ال 5 مليون و3 مليون، تمام البيج موجوده، فمالهاش مش عليها فيديوهات، مش عليها اي حاجه خالص، كل اللي عليها بس البوست اللي انا بنزله، الصوره اللي بتبقى محطوطه او صور الشخصيه كده، مفيش اي فيديوهات خالص. كان الموضوع بالنسبه لي غريب، ليه سبب ان هم يشيلوا حاجه زي كده او ايه اللي خلاه يتشال الكلام ده؟ طبعا اول حاجه طبعا عملتها، مع ان انا عارف ان محدش دخل على الاكونت بتاعي، محدش اخترقني او هاكر ولا اي حاجه، دخلت غيرت كل الباسورد بتاع كل السوشيال ميديا بتاعتي، فيسبوك، انستجرام، تويتر، يوتيوب، جيميل، فيسبوك، كل بص كل حاجه ممكن تتخيلها انا غيرت الباسورد بتاعها في ثواني. انا كنت واحد حرفيا عامل زي المجنون بدور على اي سبب، قللت مسحت الفيديوهات، طب انا مثلا اخترقت، طيب طب في هاكر، طب دخل عندي، طب في اي حاجه، طب انا طب مسحتهم من غير ما اقصد، طب انا طب عملت حاجه غلط، مش عارف ايه السبب. ساعتها قعدت ادور كده ولقيت ان الفيسبوك بعت لي مسج ان انت اخترقت معايير المجتمع، عشان كده احنا مسحنا الفيديوهات دي. معايير المجتمع بتاعت ايه؟ معلش انا بطلع بعمل ايس كوفي بصوتي بمونتاجي، ايس كوفي بتاعي في اوضتي، يعني دي حرفيا اوضتي، سريري ورا هو اللي بنام عليه، فين اللي انا اخترقت معايير المجتمع في الحوار ده؟ واكتريت الفيديوهات اللي عندي حرفيا ايس كوفي، يعني ده المحتوى بتاعي، ايس كوفي او ازاي تعمل ام علي بسعر رخيص، ازاي تاكل بيتزا ببلاش، الكلام ده انا مش شايف ان انا اخترقت حاجه. يعني ساعتها نزلت ستوري على انستجرام قلت فيه ان انا ممسوح عندي فيديوهات عندي كلها، ما فيش اي حاجه تدل ان انا موجود، لو حد يعرف يساعدني تمام، بس تقريبا ما حدش عارف يساعدني. يعني قالوا لي ايه، ابحث على اليوتيوب، شوف اداره الفيس، شوف السبورت بتاع الفيس، كلم الدعم الفني كده. حرفيا انا كنت عايش 7 ايام انا مش موجود اصلا، مش فكره مش موجود على السوشيال ميديا، لا انا مش موجود اصلا في العالم بتاعنا، فكره انا موجود مع الناس، قاعد معاهم، قاعد في الميكروباص، رايح الجامعه كده، ولكن انا ذات نفسي عقلي اصلا مش معايا. كل اللي انا همي الفيديوهات هترجع امتى، هل هي طب مش هترجع؟ فكره انت تعبت على فيديوهات وصلت ل 100000 و200000، وكان في كمان 3 4 فيديوهات منهم واصلين ل 5 مليون و6 مليون فيوز، غير كده انا مصور الحاجه دي، دفع فيها فلوس واعملها وعملتها ومنتجتها وصورتها وخدت من وقتي ومنتجت طبعا، والمونتاج طبعا اللي عارف ان المونتاج صعب والكلام ده. ففكره انت ضيعت تعب 5 ولا 6 شهور متواصلين كل يوم بصور فيديوهات ومستمر 6 شهور دول، ان انا بنزل، انت مسحت 395 فيديو حرفيا، يعني مفيش حاجه خلاص، انت مسحت كل حاجه. تعالى لي بقى قول لي ان انت عملت فيديوهات، تعالى قول لي ان انت جبت المليونات دي كلها، وريني فين الدليل، مفيش حاجه. جات لي فرصه ان انا يجي 6 7 فرص جايه ان انا اطلع على الانستجرام بتاعي وافتح ستوريز واكلم الناس واقول لهم ان انا مش هكمل في اليوتيوب، يعني انا مش هكمل اصلا اعمل محتوى تاني، همسح الفيديوهات خلاص بقى الباقيه ده لو في اصلا فيديوهات، وهبطل او اعتزل اعمل فيديوهات، ما اعملش فيديوهات تاني خلاص بقى، لان حرفيا انت لو جيت فكرت فيها هي مالهاش لازمه. اتكلم انت بتعمل فيديوهات وتعبان وتعبت 6 شهور بتعمل فيديوهات فيها لحد ما كبرت، حاولت بقى ان انا اكلم السبورت على الفيسبوك، كلمتهم فون، كلمتهم شات، بعت لهم ميلات، الكلام ده كان الرد بتاعهم ان انت يعني مش عارفين. حاولت ان انا اكلم ناس كتيره، يعني ممكن بص كل حاجه تخطر على بالك انا عملتها، كلمت السبورت على الفيس، بص يا صاحبي اتفرجت على هلو ماي فريند ده الهندي عشان يقول لي الحل بتاعي ايه، هلو ماي فريند ده خلبيه ما عندوش حل، ما هلو ماي فريند خلاص. دورت على اليوتيوب، دورت في كل الاسباب، دخلت قريت حرفيا بنود الفيسبوك بند بند عشان اشوف انا يعني المفروض انا اعمل ايه دلوقتي، ما لقيتش اي حل للحل بتاعي. فانت الحاله دي انا ما اعرفش انتوا ممكن يكون حسيتوا بالشعور ده قبل كده، ان انت بتبقى موجود مع الناس، موجود معاهم في المكان، قاعد معاهم بتاكل او بتضحك وكده، بس انت حرفيا انت عقلك مش معاك اصلا. عارف فكره ان انت كل يوم نايم عمال تصحى كل شويه على فكره ان القناه رجعت، لا القناه ما رجعتش، لا الفيديوهات رجعت، لا الفيديوهات ما رجعتش، بس لحد ما جه يوم بعديها بسبعة ايام او 8 ايام، انت بتتكلم في 7 ايام او 8 ايام انا عايش في الوضع ده. واحده دخلت كلمتني قالت لي، كانت بتكلمني صدفه والله العظيم، بتقول لي اللي هو فكره الفيديوهات هترجع، انا زعلت والله جدا على الفيديوهات بتاعتك وكده، واللي هو عادي يعني رساله مواسيه زي بقيه صحابها اللي بعتني رسائل مواسيه كتير يعني. بعد كده لقيت بعديها لا في كتير قوي بعتلي مسجات، يعني فكره 13 14 15 عمال يزيدوا بقى جدا، لا اكيد في حاجه انتوا كلكم في نفس الوقت بتكلموني. فدخلت اشوف البت دي بعتها ايه، لقيت ان البت دي كانت عامله شير للفيديو بتاعي، وتقريبا هي كانت عامله له شير فكان جاي لها ان الفيديو ده اتمسح فما بقاش عندها في الشير. وبعد كده لما رجع تاني قال لها ان تم اعاده الفيديو ده ليكي في الشير تاني، فكانت داخله بتقول لي ان الحق عشان الحاجات اللي انا كنت عامله لك شير عليها رجعت لي تاني. بعد كده دخلت عشان اشوف بقى على لاب، حرفيا انا بجري بقى جريت، فتحت اللاب توب بسرعه شفت، لقيت
الفيديوهات كلها رجعت تاني كلها بالمشاهدات بكل حاجه. حرفيا الوقت ده انا مش عارف، انا كنت يعني انا حرفيا كنت زي المجنون، انا بطلع لوالدتي بره كنت عمال انط، حرفيا عمال اتشقلب ونط واصرخ وبكلم صحابي الفيديوهات رجعت يا جدعان، ونزلت الستوري يا جدعان الفيديوهات رجعت والكلام ده. الفرحه الهستيريه اللي انت بتجري بتتنطط وتتشقلب واللي هو انت الفيديوهات رجعت وبتصرخ وكده، كانت حرفيا جامده جدا. فالله يكون في عون كل واحد حرفيا اتسرق القناه بتاعته ولا اتسرقت البيج بتاعته او اتعمل له بان من الفيسبوك بعد النجاح ده كله والكلام ده. الموضوع صعب جدا جدا. بس فساعتها ان انا قررت ان انا اوقف بقى يوتيوب والكلام ده وما اعملش فيديو تاني. ولكن اول ما الفيديوهات رجعت حرفيا كل الافكار دي اتشالت من دماغي. انا كان اول ما الفيديوهات رجعت كان كل اللي همي ان انا بكره هنزل الفيديو عشان اكمل في اللي انا فيه، بكره هنزل الفيديو عشان اكبر اكتر واوصل ل 100000 قبل نهايه السنه. زي ما بقول كل مره ان بيكو هنقدر، بيكو هنقدر نوصل ل 100000، بيكو هنقدر نوصل للمليون اصلا. طبعا انا طالع عشان احكي لكم القصه بتاعتي كلها كامله، اللي مش فاهم الكلام ده مش برغي او يعني مش فكره، مش برغي فكره ان انا بطلع بشارككم الاوضاع اللي عندي كلها، بشارككم اللي حصل والكلام ده، لان انا بعتبركم ان انتوا مش فان والكلام ده. لا انا بعتبركم ان انتوا اخواتي، بعتبركم انتوا اصدقائي. في فيديوهات جايه جامده جدا جدا حرفيا، يعني هنرجع اقوى من الاول مليون مره حرفيا. يعني انا كان في سيناريوهات كده في دماغي، لا انا غيرتها كلها بعد ما رجعت القناه تاني. ده يعني كان ممكن يكون فضفضه، ممكن نسميها فضفضه او نسميها ميني فلوج حاجه زي كده. مش عايز اطول عليك اكتر من كده، عارف طبعا محتوى ملوش اي لازمه، بس يعني لو بتحبني او فعلا بتدعمني لايك وشير، وحاول تعمل انفايت لاصحابك كلها عشان تدخل تعمل فولو وسبسكرايب على اليوتيوب والكلام ده. وشكرا جدا جدا ليكم، شكرا جدا 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 ليكم حرفيا. كالعادة دوس يا كوتش، السلام عليكم.